رجعناكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، مرحب فيكم مجددا. محطتنا هلأ رح تكون مع داني بوشبل، ممثل منتج وكاتب. رح نتعرف على داني يلي قضى كل عمره بأمريكا وهلأ رجع إلى لبنان. رح يخبرنا شوي عن مستجداته، عن الأعمال يلي قام فيها، وعن عودته إلى لبنان. هلأ بدنا نعرف عودة دائمة ولا زيارة وفالة؟ لا زيارة بعد كم يوم وماشيين بإذن الله. داني أهلا وسهلا فيك. حضرتك مرسي. ممثل ومنتج وكاتب، وشاركت بعدة أفلام بأمريكا، أفلام وتي في شو وما إلى هنالك. خبرنا من وين بتحب تبلش؟ أول شيء بونجور وميرسي لإلك مدام زغيب ولكل القيمين بالأو تي في والست رندا المر، بحب أتشكركم على استضافتي. هاي أول طلة لإلي على تي في شو هون بلبنان. صار لي 20 سنة بأمريكا، أما أكتر بمثل وبكتب وبأنتج كمان، وجيت هلا على لبنان بمناسبة كتير حلوة. كاتب بين التمثيل، كنت أنا كتير بمثل بتي في شوز بأمريكا، بس في كتير إشي ما بتقدروا تحضرون هون. نتفليكس مثلا في عندي كم فيلم، عندي على أمازون برايم وهدول، وعالم كتير هون من لبنان أصحابي يقولوا لي نحن هون ما عم نقدر نشوفك، ما عم نعرف شو عم تعمل. صحيح. سو بحط على السوشيال ميديا إشي أوقات. وجيت هلا على لبنان على المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة، كنت مقدم عليه بين التمثيل، عم بكتب سيناريوهات أفلام وتي في شوز. آخر عملين كتبتهم كانوا بدهم يتصوروا بلبنان. أوف. مع أنه صار لي 20 سنة ماني جاي على لبنان، بس بعده لبنان اللي بذاكرتي وهيك، ولبنان بقلبي على طول. بس على فكرة يعني عم تحكي عربي، اسم الله عليك. أنا عم بتطلع أنه كيف عم بيحكي عربي هالقد منيح؟ شكلك ببيتكم بتحكوا عربي ولا انت شو؟ مرتي ما بتحكي عربي، اجنبيه امريكانيه. بس انت محافظ على اللغه تمام. بعد ايه اجى فتره ما احكي عربي مع حدا. اوف. يعني على شوي رح انساه، بس مش رح انسى. خي شو حلو. بس يكون الشخص كاتب ومنتج او اذا بدك ومنفذ وممثل، بيفهم شغلي اكثر، بيقدر يستوعبها اكثر، بيعيشها اكثر، بصير يأدي احسن. اكيد، لانه بتصيري ويل راوندد، عم تشوفيها من جميع النواحي، مش بس قدام الكاميرا، ورا الكاميرا كمان. وحتى مخرج كمان مرتين، بس بيضلوا بقلبي غرامي التمثيل مش الكتابه ولا الاخراج، وكلهم بحبهم يعني بحب كل شيء، بس بتصيري بتفهمي اكثر. يعني الاخراج بيعلمي كيف تديري الممثلين، وهيدا كمان ريفيرس بيكون لإلك كممثله، بتصيري بتعرفي تاخدي دايركشن منهم للدايركتورز كمان وقت عم تمثلي. بيقولوا لك بيعطوكي مثلا ادجستمنت، بدك تعدلي شيء، تغيري شيء بالاداء، او بدهم شيء معين منك، بتقدري بتعطيهم اياه على السريع. سو كله بيفيد، والبرودوسينج سايد الانتاج كمان بيساعد، بتتعلمي البادجيتينج وكل شيء، وكيف بدك تحطي الكاست وتركبي كل البروجي على بعضه. داني في فيديو رح ننتقل نحن وحضرتك واصدقائنا المشاهدين بنشوفه سوا، وبنرجع بنكفي دردشتنا الحلوه. واهلا وسهلا فيك بلبنان، بدنا اياك تبقى، خلص بدك تجيب العائله وتبقى ان شاء الله. يلا بنشوف الفيديو. داني كثير حلو اللي شفناه. كونك بتحكي اللغتين الامريكيه والعربيه بطلاقه، ووجهك في الميميك الشرق اوسطي، يعني بتشبه الشرق اوسطيين اللبنانيين كذا، هالامر هيدا قد ايه بيساعدك، قد ايه بيفتح لك مجالات انه تمثل بامريكا، وانه يمكن بدهم هيدا الكاركتر وهيدا الوجه، وبذات الوقت بتحكي لغتين اذا مش ثلاثه. هلا بتخبرنا قد ايه هيدا الامر بيفيدك بالتمثيل؟ هو بيفيد وبيأذي بنفس الوقت. ليه؟ بحطوك بخانة معينة. كأدوار. كأدوار، يعني هوليوود السيستم غير عن هون كتير، بس أكيد فتح لي كتير بواب. يمكن هيدا هو كان الباب الأساسي اللي انطلقت منه بهوليوود، لأنه بحكي هالشيء. بس بعد فترة صرت أدوار معينة خصوصية، وهيدا اللي جبرني لبلش أكتب أنا وأخلق أدوار تانية لإلي وطلع حالي فيها، لانه اوقات ما بيعطوكي مجال، بيشوفوكي بهالشيء، بيشوف اوه لعب دكتور، اوه لعب فلان، بتضل هيك العمر. ايه، وانا ما بدي انحط بهالخانه، لانه حتى مع الكاستنج، يعني مثلا مره كنت عم بقابل وحده كاستنج قالت لي انت تايب داني اوسكار ايزك، اوسكار ايزك ليدنج مان، بس ما عاد تغير كثير اشياء بهوليوود، ما عاد ليدنج مان تول دارك هانسم، سوري بالعربي. لا يعني ولا يهمك، ولا عم نفهم.
تغير كل شيء صاروا وهلا عم بيرجع يتغير. هوليوود كثير عم تنفتح على هالاشياء العالميه كمان. حتى هلا اذا بتشوفي مثلا بنتفليكس في شوات فيهم عربي مختلط. مشان هيك انا هلا اخر شو اللي كتبته انجليزي عربي اثنين كروس اوفر، وانا بدي اخذ شيء من لبنان واخده على هوليوود وفرجيهم لبنان. يعني زهقت وشوف بأفلام مثلا عملت هونيك لبنان دايما حاطينه بالخانة انه ارهاب ومشاكل وهيدا حرب. بتحس بنفسي لانه لبنان هلا كلنا بنعرف الوضع انه ما منيح وهيدا والله كريم، بس انا بعد بقلبي عندي امل وعارف انه لبنان بده يرجع ويوقف على اجري مثل ما كان. بوجود امثالك يا داني هالقد بحبوا بلدهم عم تحكي وانا عم بحس فيك قديش حابب لبنان وقديه بدك تعمل شيء كرمال لبنان. سؤالي لك هيني هالقد، يعني هالقد عم تحكينا مثل كانه هيك انه ايه رحله رحت فتحت ابواب هوليوود وبلد، هيني هالقد شاب لبناني راح على امريكا انطلق وصل انه يكون ممثل وكاتب واحيانا منتج، خبرني على الكارير تبعك شوي. كثير صعب كان. كيف بلشت؟ وصعب هو تتفوتي بهوليوود صعب، وانا رحت من 20 سنه 21 سنه انا رحت من الاساس على امريكا كرمال هالحلم. أنا كنت حابب أعمل هون بس هون ما كان في شيء. كنت حاطط براسك أنك بدك تصير ممثل؟ من أنا وصغير من أنا وصغير حتى كنت ربيان بالكويت وأصحابي يسألوني شو بدك تعمل؟ أقول لهم بدي أمثل. إيه أنا قصدي أنه كنت حاطط براسك إيه؟ تروح تمثل بأمريكا؟ هيدا الهدف اللي رايح كرماله. وضليتني بيقولوا في بلان A وبلان B. أنا عندي بلان A وبلان بي، هي اذا فشلت بلان اي بلان بي انه ارجع اشتغل على بلان اي تاوصل للي بدي اياه. بدك تكوني قويه وبذات الوقت تتحملي. وكثير اجى اوقات مثل ما بيقولوا بالانجليزي بالعربي ما بعرف كيف بدي اقولها، بس انه بدي كب المنشفه، يعني خلص بدي استسلم مرتين ثلاثه ارجع وقف شد حالي اقول لا لا يا رجال لا يا زلمه يو نو انت جيت لهون كرمال هالشيء وبدك تعمله. تخصصت بفن التمثيل والمسرح؟ بامريكا؟ بلندن، رحت بلندن تعلمت الاكتنج. انا مخرج من ال اي يو، سوري كربج لساني على العربي. على العربي مانك معود. مخرج بال اي يو بس رحت على لندن تعلمت التمثيل هنيك ورحت بامريكا كمان اخذت كورسات وهيك لانه كله تكنيكال ستاف بتعرفي كونك عربي بروفيشنال بتعرفي كونك عربي وكونك لبناني هالشيء فتح لك بويب ولا سكر قدامك بويب؟ لانه نحن مثلك ما كلنا بنعرف للاسف انه اخذين فكره عن العرب واللبنانيين انه ارهاب مثل ما قلت وقواص ودمار، بس قول بيروت ولبنان حرب بيصوروا افلامهم بدنا نروح لانه في حرب ببيروت، هيدي هي يعني الخبريه هيك هن بدهم يفرجونا اياها بلوتو، مش هيدي هي يعني. هالشيء ساعدك ولا هالشيء خوفهم منك ولا هالشيء اعطاك كارت عبور نحو الاخر ولا شو كونك لبناني وعربي؟ هلا قلت لك انا اول شيء بلشنا انه فتح لنا الباب بس بذات الوقت سيف ذو حدين، بس هلا اجى مع السنين انفتح لي مجالات ثانيه وادوار ثانيه، وهلا يعني اكثريه الادوار اللي عم تجيني ما عادت بس سبيسيفيك عربي، اجنبي فرنساوي اسبانيولي ايه اسباني ايطاليان تيبك اسباني او ايطالي يا سو نشكر الله قدرنا نعمل هالكروس اوفر. وقلت لهم للتيم تبعي خلينا نخفف من هالادوار وهن ما عاد بدهم داني بدنا نشيلك من هيدي الخانه، وعم بيجيني مجالات وهيدا باذن الله كله بيصير. بس تحضر حالك داني، هلا قبل شوي كنا قاعدين عم نحضرك انا وياك، كيف بتقيم ادوارك؟ شو بتقول عن حالك؟ بتجلد حالك انه يي انا هون ما كان لازم اعمل هيك، يا الله هون خفقت، لا هون كان لازم زيد، هون عاطي كثير شعورك كان لازم خففه، بتجلد حالك ولا لا؟ بتكون واقعي من نظرة إلى الأمور. ما بحب أحضر. وبتنبسط بحالك. ما بحب أحضر حالي. ما بتحضر بيني حالك يا زلمة عم تعملهم لنحن نحضرهم، ما أنت كمان بدك تحضرهم. ما بحب لأنه الانتقاد it's very subjective، يعني كل واحد يعني يمكن الدور يعجبك ما يعجب غيرك أو يعجب غيرك ما يعجبك، بس بالنهاية أنا إذا زعجتك بالبرفورمنس تبعي أو حبيتي أنا عملت واجبي كممثل، عرفتي كيف؟ ايه بس انا بهمني انت نظرتك لتمثيلك، كيف بتقيم وبتقول مثلا برافو داني وسط داني لا لازم تشد حالك ولا برافو انا مكتفي راضي عن ادواري اللي عملتها الحديث هلا؟ ماني مكتفي. مش راضي؟ بس واحد راضي بس مش مكتفي، بس واحد يكتفي ويفوت بالكمفورت زون تبعه ما بيعود في مجال للتحسن. خلص قد ما تعلي في اعلى منك،
وما في كبير غير الله بالحياة. بالنهاية سو أنا I'm just doing a job. يعني بعمل شغل مثل غيري بيشتغل بشركة كذا. أنا شغلتي هيك ودائما بترك مجال للتحسن للكوتشنج لكذا من فتح راسي وقلبي يعني. مثل ما قلت قد ما واحد يعتلي ما في كبير. بيضل في أعلى منك فوق. وحتى الكبار بيبقوا خايفين على مركزهم. بيعربشوا بيتعذبوا سنين طيوصلوا بيوصلوا لفوق وغيرهم بيقدفهم. يعني لعبة. إذا فهمت علي يعني أكيد أكيد بيقولوا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك لألي. مزبوط هيدا الشيء وهيدا اللي بيعطيني أمل إنه ما بس حتى أوصل أنا لمستوى معين مش رح أدوم live in the moment عيش باللحظة أعمل أحسن شيء بقدر بعمله my best وبتكل على الله وبس. شو الدور يلي بتحلم تقوم فيه؟ يعني مثل كأنه هيك بتخصص أوقات تقعد فيها بينك وبين حالك بتقول أنا لو شو ما صار بدي ضل اشتغل تعمل هيدا الدور. يمكن دور الشرير دور الحبيب كثير لعب شرير يقولك يا داني دور الحبيب لعبنا كمان. عملت فيلم مع نبيل عيوش بالمغرب. نبيل عيوش كل فيلم بيعمله بيفتح وبيترشح للأوسكار. نعم. والفيلم فتح بكان بمهرجان كان وكنت حاجز ورايح وما قدرت روح. جاني جوب كبير مع HBO على تي في شو كمان كوميدي. قلت هيدا مش رح ارفضه لانه دائما عم بعمل دور الشرير. بدي اوصل معك الكوميدي لانه هلا مثل ما شفنا يعني في هيدا دراما. ايه في دراما كثير بعمل دراما وهدول التوب شوز مثلا مثل هاوس اوف كاردز اليمنتري مع لوسي لو كلهم كيفن سبيسي شاغل معه قبل ما صارت هالقصه معه وكل هالشوز كلهم هيفي دراما بس كمان صعب تفوتي فيهم أكيد إن كان الدور صغير ولا أكبر أكيد يعني كنت عم بقول لجماعة أصحابي من يومين يعني كل دور بيطلع بده يعملوا له كاستينج بيجيك شي 7000 سبميشن عليه مينيموم ومن حوالين العالم. يعني أنا وقتها كنت عم صور ماكجايفر بأتلانتا قعدوني شي يومين زيادة لأنه بدنا ننطر البطلة الجديدة تتجي من أستراليا يعني لانه ما بقى عندنا ممثلين بامريكا بيجيبوه من لندن بيجيبوه من استراليا وبيعملوا له نورا اذا بدهم اياهم. يعني عم بحكي بكل صراحه والكل العالم يمكن ما بيعرفون بلبنان هالقصص بس هيك الحاله يعني عندك كفايه يعني في عندك عالم عم تاكل حالها بامريكا بدهم يمثلوا عندهم كل المؤهلات والطله وهيدا بس مصيرهم معلق بمصير منتج او مخرج او حدا بباله شيء معين ومستعد يجيبه من الموماو مثل ما بيقولوا اذا بالدنيا وبيعملوا له اوراق وقعدت يومين تاجت وعملوا له اوراق لتشتغل بامريكا تقدر اعمل السين معها تتجي تقتلني وانا الشرير وهي قد نص طولي وضعيفه بس هيدا 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 جمال السينما والماجيك كلياته 100%. داني شو الشيء اللي بخليك تتابع قدما نحو الامام؟ بمعنى اكيد كل انسان بيمر باحباطات بحياته اوقات بيكون كئيب اوقات بيكون داون اوقات بتخف اوقات بتعلى وخاصه شغلكم منو هين يعني ما بيعرف شو يعني التمثيل فعلا شيء كثير صعب وبده يكون الواحد دوي وموهوب ليقدر يقوم فيه. مرسي. شو الشيء اللي لا عن جد انا عم بحكي لانه كان عندي تجربه صغيره وقلت يا ربي قلت يا ربي دخيلكم كيف بيعملوا هيك. لا وبدك تقعد بالليل تسهر ولقبالك اذا مش حافظ انت بدك ترجع تعيد صار معي كل هدول يعني الامثال صاروا معي كمان. اجى مره على فيلم ما رح اقول اي فيلم بس فيلم كبير يعني كان وقلت له للمخرج الساعة 4 الصبح عم نصور مشهد قلت له بليز ابعتها على الاوتيل ما بدي قال لي مشان قلت له بس اعطيني الاي ليفل وخلص كانه هي هنيك ماني عايزها لمثل معها يعني يعني العالم ما بتشوف غير الستاردوم والسان والجليتس والجلامر مثل ما بيقول الضوء والشهره وهالقصص بس ما بيشوفوا شو بيصير وراء الكواليس مثل ما تفضلتي حضرتك كثير شيء متعب وانا عن جد بوجه لك تحيه انه برغم من كل التعب انت بعدك متابع. بس بدي ارجع لسؤالي شو الشيء اللي بيرجع بيعطيك الدفع للتابع نحو الامام رغم كل الصعوبات بعد ما وصلت للي بدي اياه؟ شو بدك؟ بدي اكبر اكثر واكثر وبدي حط كونتنت طلعوا كونتنت سكريبتات وادوار واشياء اعمل بحلم بهوليوود القديمه وفيك تقولي ام دريمر حليم مثل ما بيقولوا ويا ما عالم قالوا هيدا حلم يو نو في كثير بعد ما قطعت
كل هالأشواط وبعد عندي كتير بعد إشياء ببالي بدي أعملها. هل مثل ما منسمع صح أنه يمكن لأن كونك أنت أكيد يعني حضرتك دوي وموهوب وساسوفوا عم نشوف يعني أنا ماني حدا أنا أمن أكتر لا لا نحن عم نشوف وفخورين فيك كونك لبناني بالخارج بس هني كونك لبناني أو عربي ما بعرف أنت بدك تخبرنا ممكن يسكروا بواب قدامك ولا لا هيدي هنيك مش هيك السياسي ولا ممكن هيك سياسي بس تنلعب من تحت الطاولة كيف؟ تنلعب من تحت الطاولة وأنت قلتيها وبس وكل شيء علنا نحن equal opportunity employer بس هي ما في منها بكل صراحة يعني يعني مثلا وهلا قلت لك بلشت هوليوود تتغير شوي تنفتح للعالم الثاني بس بعد ما اجى دورنا نحن العرب يعني ما في representation مزبوط بلشوا شوي بيجي ترندز موجات مثل الفاشن ساعة بيجوا الافريكان امريكان السود ما بدي اقول كلمة اسود بس لا ساعة بيجي دور الهنود ساعة الايجنز الاسيويين ترندز هلا دور الامريكان انديانز اللي هن الهنود الحمر بعد بحس نحن العرب ما عطيونا الحق اللي بنستاهله يعني دائما هلا بالرغم بتشوفي مثلا رامي مالك بقطعوا لك واحد اثنين هيك انه نحن بس بعد اذا في اشخاص اكثر مثلي عم بيسعوا اللي انا عم بسعيه فينا نغير وفي عالم عم بيسعوا في عالم عم بيعملوا بس بعد بدنا بعد بدها وقت بس داني يعني انا قصدي انه كل شيء هلا عم تحكيه بمكانه الصحيح بس وصلت لنا فكره انه العربي او اللبناني ما ممكن يتبوأ مركز نو بيصير ستار يعني هو بيصير. البطل تبع هيدا الفيلم هو البطل تبع هيدا المسلسل لانه كونه عربي او لبناني او بيصير بس صعبه بس مش مستحيل ولو مستحيل انا كنت استسلمت من زمان وقلت لي كذا مره وصلت لمرحله خلص يئست بس رجعت كفيت والله فتح لي باب دغري بعد دقيقه بيفتح باب ربنا بيفرجيني انه انت ماشي على الخط الصح ضلك ماشي ما تستسلم وهيدي مسيرتي 16 سنه بهوليوود هيدي مسيرتي دائما ضلك ماشي تعملي شغلك بتتعبي اول مشهد اللي شفناه على التي في هيدا كان ان سي اي اس لوس انجلوس عملت حلقتين فيه هيدا الشو صار له 20 سنه سيزونز تهلا طلعت بسيزون 20 يعني بعدين بامريكا اذا طلعتي بشو ما فيك ترجعي تطلعي فيه غير اذا ما يرجعوا لك الكاركتير نفسه يا بده يقطع 3-4 مواسم ليرجعوا يجيبوكي بكاركتير ثاني تما العالم ينسوا وجهك تقدري تلعبي دور ثاني لو بيغيروا لك موديلك وكذا وهيك سو مثلا بعطيكي مثل وصلنا على الاستوديو عم نصوره وكان صار لي كذا يوم عم بشتغل على المشهد شي 5 صفحات وكله ديالوج وحكي واكثر شيء انا عم بخبر بيسكلي القصه بالحلقه بهالمشهد عرفتي بهالخمس دقائق وصلنا عملنا بسموها ايطاليان وي ران ذا لاينز بلشنا نزت الجمل تنعمل بروفا مثل ما بيقولوا قبل ما نصور وقاعدين نحن الفيرست تيم نحن الاكترز بيجيبوا الفيرست تيم بدلنا بيحطوهم مشان الاوديو بيجيبونا على الاخر نحن قعدنا بلشنا نقرا اللاينز قبل ما بدنا نقول اكشن كات تاخذت الصفحه انفرم السكريبت انفرم يعني كل من قامت من هون كل من حطت هون هيدا شيل شقفه منها هيدي حط منها يلا 2 مينتس بدنا نعمل اكشن يعني كل اللي حفظتيه بخمسة ايام واشتغلت عليه وتعبت عليه طار بهالدقيقتين وبدك يو هاف تو بي ريدي هيدا الديسيبلين شو الديسيبلين ما بعرف بالعربي الديسيبلين حدا يساعدني منكم يا جماعة نعم الانضباط هيدي هي بده يكون عندك انضباط وضبط اعصاب بنفس بس الوقت مثل هون مثلا هيدي الشغله اللي عم تخبرنا اياها حضرتك طب كيف الواحد بده يرجع يحفظ سكريبت جديد هو مش مره تعمليها. كيف بدك تعمليها وصار معي ضرب تاني مع عالم اشتغلت مع جماعه من مصر تي في شو وصلت على بس هيدا بالزمان يعني من 10 سنين ووحده معروفه كثير بلا ذكر اسامي نعم وصلت يعني كانت مجدة عندها هي كانت A-list بالزمان كنا صغار ونحضرها يعني نعم. وبدي مثل معها وصلت لهونيك قلت لها مدام فلان ما بعتولي السكريبت وجنت قلت لها ما بعتولي سكريبت وسكريبت شي 10 صفحات بالعربي وبالمصري بدي احكي مصري كمان وبدك تحفظي العربي وتحفظي هيدا جنت
اعطتني اياها بعشر دقائق، ما بعرف كيف بلعتها مدام صغير، ما بعرف كيف بلعتها وطلعت. قالت لي انا مش مصدقه، انت ممثل هايل، عرفتي كيف؟ يعني قلت لها ثانك يو، يعني تعودنا على هالسيستم. ما هي العاده والخبره كمان، والخبره اكيد والخبره، بس عاده كل ما تصيري تنحطي بمواقف بتخليك تحسي انكمفورتبل، منك مرتاحه، يا بدك تواجهي هال 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 الديسكمفورت، يا بدك تقشطي. سو ما عندنا غير حل انه نواجه هالخوف والهالاعصاب ونعطي احسن ما بنقدر نعطيه وبس. داني بوشب الممثل منتج وكاتب، انا بدي اشكر وجودك معنا، بدي اتمنى لك كل النجاح، من حمله معك من لبنان، كل لبناني فخور فيك، لانه انا بعرف قد ايه صعب اللي عم تعمله، قد ايه عم تحفر بالصخر لتبين اسم اللبناني برا. بدي اتمنى لك كل الخير، ان شاء الله مستقبلك السنه الجايه بيكون عم بتوقع على فيلم جديد يا رب. اهلا وسهلا فيك داني. ميرسي كثير، شكرا، تشرفنا بحضرتك. لنا الشرف، لي الشرف، انا مبسوط كثير، بدي ارفع اسم لبنان ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين، لهون نوصل الى ختام فترتنا الصباحيه، كنت انا معكم اليوم، بدنا نشكر كل الاكيب العامل فردا، كل الاشخاص يلي عم بيتابعونا من برا وعم بيراسلونا من برا ومن لبنان، بنوجه لكم اخلص تحيات، على امل انه دائما تتابعونا ودائما تضلوا مع يومنا الجديد، بتمنى لكم بقيه نهار لذيذ، الى اللقاء.